مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في فهد مباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من المدينة القديمة والمدينة العتيقة. واحد الشخص اتصل قبل قليل برجال الأمن وقناة شوف تيفي كيقول بأن بنت أخته يعني اللي هو خالها محتجزة من طرف واحد مجموعة ديال الأشخاص، أو مجموعة ديال الأشخاص كيكونوا واحد العائلة عندهم معها نزاع هنا في واحد الزقاق. كيف كتشوفوا على الفور حضروا رجال الامن، هما ممثلين في فرقه الدراجين باش يشوفوا واش بالفعل كاين شي احتجاز او لا. هما دخلوا معاه هذيك الزقاق اللي كتبان لكم على اليمين ديالكم، فين كاينين محطوطين الدراجات ديال رجال الامن، الدراجات الناريه ديال رجال الامن، باش يشوفوا بالفعل واش كاين شي احتجاز او لا. او السيده غادي تكون لان كيقول بان جات عند شي ناس من العائله وشي وحدين خوين عندهم معاه مشكل، وقفوا حدا الباب كيقولوا لها الا نزلتي غادي نتعداو عليك. اذا تهديد بالاعتداء وليس احتجاج، لان هي ماشي ما عندهمش، ما كايناش عندهم. هانتوما كتشوفوا رجال الامن مشاو مع الرجل، ها هي خرجات. اذا ما كاين لا احتجاز لا سلاح ابيض كيف كيقول لا والو، ها هي خرجات والامور عاديه. الشخص اللي وقف مع رجال الامن هو خالها، الحمد لله ما كاين لا مقاومه لا احتجاز لا سلاح ابيض لا والو. غير السيده ربما كانت خايفه من التهديد اللي تلقاته، كيقولوا لها الا خرجتي غادي نديروا لك ونفعلوا لك. ما كاين حتى شي حد، كاين هو الخال ديالها اللي اتصل بالامن وهي ورجال الامن، ما كاين حتى شي حاجه، كاين لا مقاومه لا شي حد هز سلاح ابيض كيف كيقول كيف قال من اتصل بقناه شوف تيفي. ما كاين حتى شي حاجه، امور عاديه. وجوج ديال رجال الامن ممثلين ديال فرقه الدراجين كانوا كافيين انهم يخرجوها في امن وامان، والاكثر من ذلك الشيء اللي كيخلينا نقولوا له لا يخطينا امن. ها هما واقفين في الدرب اللي كتقول بان هي غادي تعرض فيه الاعتداء، ها هي واقفين، شكون اللي جا عندها، شكون اللي يقدر يوصل عندها. إذن الحمد لله الأمور عادية، ما كاين لا احتجاز لا مقاومة لا سلاح أبيض لا سيف لا والو، أمور جد عادية. شو من الدار ديال الناس اللي كانت جايه عندهم، دابا هي جايه ضيفه عند شي ناس حسب الاقوال ديال خالها. في الاول من اتصل بينا ما قالش جايه ضيفه، قال لك شي ناس محتجزينها. ملي جينا هنا ما بقاتش محتجزينها، ولات جايه ضيفه عند شي ناس، وشي ناس خوين جيرانهم هددوها لان عندهم عداوه، قالوا لها الا خرجتي غادي نتعداو عليك. وحكاها واحد منهم مختل العقلي وهز السيف. ملي جينا هنا ما لقينا لا سيف، ما شفنا لا سيف لا والو. جاو البوليس قالوا لخالها هاد السيده فين هي، قالت لهم هي كتهضر معنا غير ما قادرش تخرج خايفه. قالوا البوليس يلا نمشيو معاك نشوفوا هذا اللي غادي يحبسها ما يخليهاش تخرج. مشاو دخلوا ما كملاش خمسة دقائق باش طلقت اللايف، دخلوا خرجوا معاها هما واقفين هما وياها، يعني ما كاين لا تهديد لا سيف لا خوف لا والو. راه حنا في بلاد الامن والامان، ما كاينش هذاك واحد هاز السيف. هاز السيف راه كاين القرطاس، الى السيف ومحترمش البوليس ومحترمش الامن منين يجيو، كاين القرطاس. هادشي علاش تصايب القرطاس، والمغاربة كلهم متفقين بان اللي كيهدد الناس سواء المواطنين او رجال الامن بالسلاح وكيحاول يهاجمهم، المغاربة كلهم متفقين بان
أن رجل الأمن يطلق الرصاص عليه. سهام حاسيب إيوا كانت في خطر، كانت في خطر، ولكن كانت في خطر، هي خايفه كتقول بان الا خرجت غادي تلقاو ليا. خالها ما كانش كيقول هاد الهضره، كان كيقول بان واحد واقف حدا الباب هاز السيف. في الاول قال راه محتاج زينه، يعني عندهم دخلين هاد الدار، راه فرق ما بين عندهم وما بين هي عند شي ناس وخايفه انها تخرج من ديك الدار اللي تلقاو ليها. لا هي مزيان كيف كيقولوا اللي خاف نجا، ومزيان استنجدات بالامن الحمد لله. اللهم البوليس يجي ويوقفوا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ويمشي، ولا هي تضرب هذه مزيانه، ولكن هي بنادم ما يتخمش الامور. خالها منين اتصل بينا قال لك واحد بها السيف واختو وامو ومحتاج زينها عندهم. فرق كبير ما بين محتاج الزينه عندهم وما بين هي ضيفه عند شي ناس وخايفه تخرج. عندهم راه شكل، راه كيضربوها كيعنفوها، الله اعلم شنو يطرى لها، تقدر تغتصب، تقدر تضرب، تقدر تموت، تقدر، ولكن هي راه عند الناس جالسه بخير، تقدر تبات عندهم حتى الغدا، تقدر تبقى عندهم سيمانه في وسط الدار مسدود عليها مامنه، ما كاين حتى شي مشكل، تا يجيو البوليس على خاطرهم. خا يكونوا البوليس غادي يجيو من المريخ، تا يجيو على خاطرهم، وعاد غادي تحل الباب وغادي يخرجوها بامن وامان، ما كاينش مشكل. ولكن الفرق الا كانت عند الناس اللي محتاجينها عندهم هما، هذيك هي هذيك هي الخايبه. اما هي عند الناس مسدود عليها في الدار مامنه، مراد كاين قال لك حنا مع القرطاس، من طبيعه الحال المغاربه كلهم مع اطلاق الرصاص، كيف كيقول المثل اللهم يموت مجرم ولا يموت بوليسي، اللهم يتضرب مجرم ولا يتضرب بوليسي ولا يتضرب مواطن صالح، مواطن عادي دايز مسكين ما عنده ما عليه ذنب تيتضرب، اللهم يموت هذاك المجرم اللي هاز السيف. إذن بالنسبة للناس اللي عدل تحقوا بينا، واحد الشخص اتصل برجال الأمن واتصل بشوف تي في كيقول بأن بنت ختي محتجزة عند شي ناس وولدهم هاز السيف وما خلاهاش تخرج. منين جينا لعين المكان لقينا هادشي ماشي هو هذاك، لقينا بأن السيدة جاية ضيفة عند شي ناس، وقالت بان شي وحدين عندها مع عداوه سابقه هددوها الى خرجات غادي تلقاو ليها. هذا الاول هو انها ما كايناش ماشي محتجزه، هي ضيفه عند الناس، هي خايفه تخرج، وماشي هذوك الناس اللي مهددينها، ناس اخرين. ثاني حاجه كيقول بان الابن ديالهم هاز السيف واقف في الدرب ومحيح، من جينا لا حنا ولا البوليس راه ما لقاو لا محيح لا سيف لا والو. وهي السيده دخلوا البوليس في اقل من 3 دقائق خرجوها وهي واقفه معاهم، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل، الامور بسيطه جدا. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، وشكرا لرجال الامن على التدخل العاجل ديالهم، العمل الكبير اللي كيقوموا به في حمايه امن وطمانينه وممتلكات المواطن المغربي. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.